الو، ايوه موجوده. نقول لها مين؟ حاضر، خليكي لحظه معايا. وين يا عم قلبي؟ دي الست ام سيد، عايزاك على التليفون. ام سيد؟ الو، نعم يا ام سيد، عايزه ايه؟ ايه بتقولي ايه؟ بقول لك مصيبه، حصلت مصيبه يا ست ميرا. هشام اخوكي جه وتهجم على الاستاذ نديم وضربه بالرصاص. ايوه بالرصاص، والجيران مسكوه سلموه للبوليس، والاستاذ نديم بقى نقلوه المستشفى وهو سايح في دمه بين الحياه والموت. ازاي ده حصل؟ وهشام اخويا نجوى ادي اسمه. طيب ده دي المصيبه، يا رب حلقها مننا. انا ولا ايه يا ست مربل؟ ايه اللي حصل؟ ابدا هشام اخويا عم امين، هشام راح لنديم وضربه بالرصاص. بالرصاص؟ ادي اللي اجيت اكلم المحامي. هقول لك كلمه انت وخليه يجي لنا حل ونطلعه لماما. حاضر حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي خلاني أعمل كل ده؟ إيه اللي خلاني أتجوز واحدة لا سنها من سني ولا توبها من توبي؟ ايه اللي خلاني اسيب بيتي وولادي واسلم دقني لشابة محتاجة لشاب في سنها؟ كان لازم احس بالفرق اللي بيني وبينها. الفلوس هي السبب. لولا الفلوس ما كنتش عملت اللي عملته ده، ولا هي كانت بصت في وشي. ليه بقى انا شحاتة ابن السوق المفتح اللي الهوى الطاير ما يفوتش من تحت باطي. اجي على اخر الزمن والبس العمة واكبسها بايدي على وداني، ويجيبولي عيل ما هو جبني. ليه ايه مالك يا حاج؟ تعبان قوي، من فضلك خدني لاقرب مستشفى. طب يلا انزل واستند عليا على مهل. تعبان قوي يا حاج، والدنيا ليل، واروح بس بيك فين دلوقتي؟ انت معاك فلوس يا حاج؟ معايا فلوس كتير. فين؟ في الشنطه اللي ورا دي. الشنطه اللي ورا؟
اتفضلي حضرتك جوه هتعرفي كل حاجه. نديم ميرفت ربي ربي يا ميرفت اسمعيني. عايز تقول ايه تاني يا نديم بعد كل اللي حصل؟ ليلى هنا فين؟ فين ليلى هنا؟ ماما راحت البوليس لاخويا. خساره. كان نفسي اشوفها عشان اقول لها تسامحني. وانتي كمان يا ميرفت سامحيني. انا قلت لك الكلمه دي كتير قوي. كنت دايما بغشك. النهارده اول مره اقولها لك من قلبي. يا ريتك تقدري سامحيني. انا اعترفت في محضر رسمي ان الولد مش ابني، واعترفت كمان اني كنت بكذب عشان اشوه سمعتك. كل اللي طلبه منك دلوقتي مرفت تدعي النديم، ادعي لي ان ربنا يسامحني. يمكن بدعائك ربنا حاضر حاضر حاضر. ايوه صباح الخير. صباح النور. مش دي برضه شحاته ابو العيله؟ ايوه يا اخويا هي خير. حضرتك مين؟ انا الست بتاعته. مين يا ماما؟ الظابط بيسال على ابوك. خير يا حضره الظابط؟ حضرتك بتسال على بابا ليه؟ هو سيادتك ابنه؟ ايوه انا رجب شحاته ابو العيله. طب لو سمحت اتفضل معايا عشان تقابل السيد رئيس المباحث. والسيد رئيس المباحث عايزني في ايه؟ والله ما عنديش فكره، كل اعرفه ان حاجه مهمه تخص سيد والدك شحاته ابو العيله. لا يكون البيت التاني عملوا له نصيبه. الحق يا ابني شوف الحكايه وتعاطى مني. حاضر يا ماما، لحظه واحده اغير هدوم واجي لحضرتك. اتفضل. يا رب استر يا رب. اظن لو حد تخص عربيه والدك يا دكتور رجب السيد شحاته ابو العيله. والله يا فندم جايز، انا الحقيقه مش متاكد من نمره عربيه والدي. احنا اتعرفنا على شخصيه والدك من ارقام اللوحات دي ومن رقم شاسيه العربيه بعد ما كشفت عليهم في المرور. هو في ايه بالظبط؟ حضرتك لقيت اللوحات دي فين وازاي؟ لانها مرميه مكان الحادث. حادث؟ وبقى جرى له حاجه؟ دكتور رجب انت انسان واعي ومثقف ومؤمن بقضاء الله. يعني بقى جرى له حاجه؟ عمل حادثه اتعور مش كده؟ فاني مستشفى. شد حيلك يا دكتور رجب، بيه في حياتك. إيه؟ ابويا مات. بكل اسف العربيه اتقلبت بوالدك وتانك البنزين الفجر والعربيه اتفحمت تماما، مش باقي منها حاجه غير اللوحات دي. وابويا الجثه برضه اتفحمت ويستحيل تقدر تتعرف عليها. شد حيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من السماوات والأرض بقادرين.
بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. مش قادرة أصدق إن كل ده بيحصل. مش قادرة أصدق، مش قادرة. شدي حيلك عشان خاطري يا ميرفت، اللي انت بتعمليه ده مش هيرجع اي حاجه، عشان خاطري استحملي. استحمل؟ استحمل ايه ولا ايه؟ استحمل رميت اخويا في السجن والمرمطه اللي هو فيها، ولا استحمل حاله الانهيار اللي هتقتل امي، ولا استحمل موت شحات؟ شحاته مات يا شحاته، ابو ابني مات. معلش يا ميرفت، صدقيني والله كل حاجه بتهون عشان خاطري صبري. اديني صبره، الحاجه الوحيده اللي مصبراني هي ابني. صعبان عليا قوي انه يتيم بدري وهيتربى من غير ابوه. ذنبه ايه المسكين ده؟ ذنبه ايه؟ ده امر ربنا يا ميرفت وده المكتوب. انا ما قلتش حاجه، بس ليه ابني يتحرم من ابوه من قبل ما يقع على الدنيا ويشوفه؟ ليه؟ ايه يا ميرفت؟ انت هتعترضي على اراده ربنا ولا ايه؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. طب ما انت اهو عشتي يتيمه، كبرتي وتربيتي من غير ما باباك يكون موجود، حصل ايه يعني؟ زي ما انت عشتي حياتك وتربيتي وبقيتي ام، ابنك كمان هيعيش حياته. ايوه هيعيشها، بس هيعيشها زي ما انا عشتها. هيعيش طول عمره محروم من حنان ابوه. ده احساس صعب قوي يا شاهين، ربنا ما يدواهولك. البركه فيك يا ميرفت، انت ان شاء الله بعطفك وحنانك هتعوضيه عن كل حاجه. هعوضه عن ابوه؟ ايوه. صعب صعب، ما اقدرش. مفيش أي أم تقدر تعوض عن عطف الأب، ولا أب يقدر يعوض عن حنان الأم. الطفل محتاج للاتنين. وإذا كان ربنا اختار حد من الاتنين دول، التاني بقى ييأس ويقول صعب ومش هقدر أكمل زي ما أنتي بتقولي. لا يا ميرفت، لا، أنتي لازم تعدي ابنك لبر الأمان، دي إرادة ربنا وده اللي مكتوب لك. ونعمة بالله، ونعمة بالله. بصي يا حبيبتي، أنتي لازم تخلي بالك من نفسك ومن صحتك، وتبطلي بقى تفكري في أي حاجة فاتت، فكري في المستقبل، المستقبل اللي ابنك هيبقى أهم جزء فيه. حاضر. حاضر شهيد. الله يرحمك يا شهيد، الله يرحمك. اخ يا ام علوان. ايوه يا سبراهيم، مالي فيا اهو؟ في ايه؟ مش قادر اصلب طولي من التعب يا ام علوان. ربنا يعينك ويقويك يا اخوي. قوم يا راجل اقلع هدومك وتشطف، انا محضر لك لقمه تاكلي. قبل ما تحضري لي اللقمه قوليلي. نعم يا سبراهيم. الراجل اللي جوه ده اكل ولا ما اكلش؟ على حاله زي ما هو من ساعه ما سيبته، لا بيقرب للزاد ولا بيدوق طعمه. اهلي مش عارفه احتاجته وجدع ده، لما انا خايفه لا يكون عامل مصيبه وهربان منها. تاني يا ام علوان، تاني اللي هنعيده هنزيده. ما انا قلتلك ان لو كان جه في خاطري انه زي ما بتقولي كده كنت رحت سلمته النقطه، بدل ما اجيبه على داري وهو في دنيا غير الدنيا. ده يا ولده كان مرمي على الترعه زي الفرخه المذبوحه. انت مش شفتيه بنفسك كان عامل ازاي؟ ايوه انا شفته، بس انا بقول يعني يا لا تقولي ولا تزيدي ولا تعيدي. الراجل باين عليه من هيئته انه ابن ناس ومش وش بهدله. ان بعد الظن اسم يا ام علوان. قومي قومي حضري لنا اللقمه وانا اقوم اطل عليه. حاضر يا خويا. انا عارفه مصايب ايه اللي بتجينا دي. هو احنا كنا ناقصين يا خويا؟ هو احنا كنا ناقصين؟ يا عم يا عم انت يا عم. ايه مالك انت لسه تعبان؟ ها معلش استحمل، انا عارف ان الجرح لسه بيوجعك لكن ان شاء الله هيخف. دم علوان هي اللي نظفت لك راسك وهي اللي ربطتها لك. طب قول لي انت مين ومنين ومين هم اهلك وناسك وايه حكايتك؟ اصل انت اصلا ما كنتش شايل ايتها حاجه تدل عليك، بس انا حكمت عليك انك انت ابن ناس. والله العظيم انا قلت عليك كده من اول ما اعترت فيك وجبتك لحد هنا. طب قول لي ايه اللي حصل لك يا عم ومين اللي عمل فيك كده؟ على كل حال انا مش عايزك تتعب نفسك.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأكل يا سي إبراهيم. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا أم علوان الراجل ده صعبان عليا قوي. ده ما بيتكلمش، لسانه تقيل وما بينطقش، ومش عارف أي حاجة، لا عارف هو مين ولا هو فين. بقول لك إيه يا أم علوان؟ أيوه. تكونش الخبطة اللي اتخبطها في راسه أثرت على نفوخه ونسيته نفسه. والله ماني عارفة أقول لك إيه. اسمع كلامي يا أخوي عشان خاطري، روح النقطة واحكي لهم اللي حصل، والحكومة لما تيجي هتستيفل معاه، هتعرف أصله وفصله وتوصله الناس وأهله. ده إذا كان له أهل من أصله. اسمع كلامي يا أخوي تكسب. ما بلاش يا أم علوان. يا راجل روح النقطة بدل ما يطب ساكت ويموت في وسطينا ونتجرجر في حديد بسببه. حاضر حاضر، أنا هروح إن شاء الله، بس خد اللقمة دي تدخلها له، يمكن ياكلها من ايدك وينوبك سوا. حاضر يا سيدي، لما نشوف اخرتها. حكمتك يا رب. الحق يا اخوي، الحق يا سي ابراهيم. ايه في ايه؟ الراجل الغريب اللي جوه الاوضة مات. ما ماتش يا اخوي، الظاهر عليه طفش. طفش، الحمد لله، ريح واستريح. عودوني عودوني وعلموني هواك يهو. عودوني عودوني عليك. أنا حرامي حرامي هواك. حرامي يما حرامي يما. العين يما العين يما. مالك يا بنت بتصرخ كده ليه؟ الراجل حرامي سام مني اللبن. حرامي فين ده؟ انت حرامي ام حرامي؟ اه يا لهوي بالي يا لهوي. حرامي حرامي ده باين عليه غلبان والجوع قرص يا ولداه. روح روح هات له الغفان من جوه ومعاهم حته جبنه يتقود بيه. حاضر يام. يلا يا صباح. يلا يا بنتي. يلا يا دناي. مالك يا عم؟ مالك رايح فين؟ استنى يا عم، رايح فين يا عم؟ انا المحقوقه، انا الغلطانه. ايه اللي خلاني اعمل كده؟ ايه اللي خلاني قلت اللي قلته؟ ما انا كان لازم افهم ان انا ما اقول له خبر زي ده ما هوش هيمر عليه بالسهل ابدا. انا كان جرالي ايه يا اخواتي؟ بس كان جرالي ايه؟ كان لساني اتقطع وما قلتش اللي قلته ولا حصل اللي حصل. كفايه يا ماما بقى كفايه، ما تعذبيش روحك اكتر من كده، وكفايه لومني نفسك بقى. يا ابني ده انا لو لومت نفسي العمر كله مش كفايه، لو عذبت روحي الف مره برضو مش قد اللي حصل. اعمل ايه؟ سامحني يا شحاته، سامحني يا رب، سامحني، انت الغفور الرحيم. الله يرحمك يا شحات، الله يرحمك يا شحات، الله يرحمك. انت السبب يا محمود، كله منك. ايه انا السبب في ايه بقى ان شاء الله؟ ايوه، لولا انك لبنت بالكلام قدام امي وشككتها في خلفه ابويا كانت شالت المرحوم وما كانش حصل اللي حصل. الله، هو كله مصيبه هتحصل، هتحط محمود في وش المدفع وابقى انا السبب فيها؟ الله جريها رايه. ايوه يا محمود، خدوهم بالصوت ليغلبوك. ما خلاص بقى يا جماعه، فضوها سيره بقى. فضوها سيره ده ايه؟ ما انت سامع اختك بتقولها يا دكتور. لا دي بتقول كلام كبير قوي ما استجدتش عليه، اختك كده بتهني. خلاص بقى يا محمود، وانت رايق اسكتي بقى. قال انا السبب ليه؟ كنت انا ال ها ولا انا ال ما تخلوا الطارق مستور. ما خلاص بقى يا راجل، انت كفايه. حاضر حاضر يا اختي، هسكت خالص، هخرس. ليه يا شاب؟ ليه يا شاب تعمل كده؟ ليه تتعور وتوصل الامور للدرجه دي؟ ليه يا حبيبي تضيع مستقبلك؟ ليه؟ الشاب ساعدوني يا ريت. حاضر حاضر. انا عارف انا عارف. ساعدوني اشوف روحي. انا اتخرج خالص من الروح. انا هساعدك يا سيدي. انت مو مسرح مش هسيبك يا شباب. لا 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 لا
هشام راح لقديم في البيت وقتله، يعني قتل عمد مع سبت الاسرار. يعني هيشلوه ابني هيتشلي؟ بتسامحني انا اخويا راح لقديم علشان يدافع عن شرفي، ده ملوش حق اي اعتبار في حكم القانون. يا مدام ميرفت انا عارف كل ده، وان شاء الله انا هبذل كل جهدي عشان خافك. ارجوك ارجوك يا استاذ رحمي ارجوك. حاضر حاضر اطمني. ودلوقتي وقفتنا دي ملهاش لزوم. اتفضلي 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 يا مدام اتفضلي اتفضلي. الحقيقة يا عم حسن أنا فكرت كتير لحد ما وصلت القرار، ومتهيألي إن هو ده القرار السليم، ولا أنت إيه رأيك؟ والله يا ابني أنا رأيي اللي أنت قلته ده هو عين العقل والصواب، وأنا متأكد إنك مش هتندم لأن اختيارك ده في محله. يبقى على خيرة الله يا عم حسن. تسمح لي؟ تفضل يا عم حسن. وبعدين يا ميرفت هتفضلي حبسه نفسك كده وانا قاعده لوحدي؟ هو اللي حصل ده شويه يا ماما. هنعمل ايه يا حبيبتي؟ ما انا كمان قلبي موجوع، لكن نصيبنا كده قدر ومكتوب. ايوه قدر ومكتوب، لا اللوم هينفع ولا العتاب هيرجع اللي راح. عتاب؟ انتي بتحمليني مسؤوليه اللي حصل؟ مش هي دي الحقيقه يا ماما؟ مش عدم ثقتك فيا وتصرفاتك هي اللي وصلت الامور اللي احنا فيه دلوقتي؟ يعني أنا السبب؟ أيوة يا ماما أنت السبب. كل اللي حصل ده كان بسبب مروحك لنديم ومسيرتك لي. لولا كده لكانش حد راح مني، ولا كان ابني اتيت من غير ما يعرف له أب، لكان أخويا دخل السجن. كان إيه ميرفت؟ وأنا كل ما أكلمك تحسسيني بالذنب؟ دي إرادة ربنا، سواء أنا كنت غلطانة أو كنت على حق. النتيجة إن الاتنين راحوا، واللوم والعتاب مش هيرجعوا اللي راح. عندك حق، اللوم والعتاب مش هيفيدونا بأي حاجة. خلاص خلينا ساكتين وكاتمين في قلوبنا أحسن. أيوة لو واخدة يا مدام، الدكتور رجب جه ومنتظر تحت. حاضر يا دادا هنزل له حالي. روحي أنت يا دادا احنا جايين على طول. يلا يا حبيبتي. اتفضل يا دكتور. شكر عم أمين، تسلم إيدك. ألف هنا والشفا يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا دكتور. اهلا بيك يا مدام ميرفت. شكرا. يا ترى اخبار هشام؟ للاسف جددوا حبسه 45 يوم كمان. صورش حالته صعبه قد ايه. ربنا معاه ويصبره ويخفف عنه. ميرسي. يا ترى اقدر اشوف اخويا مدام ميرفت؟ طبعا طبعا. انا هقوم. لا خليك انت مستريحه يا ماما. عم امين. ايوه يا استاذ. من فضلك قولي دادا تجيب حسنين وتنزل. حاضر. انا متشكره ليك قوي يا رجب. متشكره على ايه؟ لانك قلت على ابني اخوك. ما هو فعلا اخويا. هو انا قلت حاجه غير الحقيقه؟ الحقيقه دي كتير ظلموني وشككوا فيها، وكويس ان انت بالذات ما ظلمتنيش. انا عمري ما فكرت اظلم حضرتك، ومتهيألي كل اللي ظلموكي عرفوا كويس انهم كانوا غلطانين. ما بلاش نتكلم في اللي فات ونقلب المواجع. انت انستنا يا دكتور. شكرا يا فندم. في الحقيقه انا جاي لحضرتك يا مدام ميرفت علشان اتكلم معاك في موضوع مهم.
خير يا دكتور؟ شركة، بالطبع حضرتك عارفة الموقف اللي احنا فيه دلوقتي بعد وفاة المرحوم، وانا شايف انك اصلح واحدة تمسك الشركة وتديرها. في الحقيقة يا دكتور موافقة. طبعا يا دكتور موافقة، ميرفت الوحيدة اللي ممكن تمشي الشركة زي ما كانت بالظبط. انا برضو قلت كده، لان الشركة مش غريبة عليها وعندها فكرة عن كل صغيرة وكبيرة فيها. قلت ايه يا مدام ميرفت؟ معلش يا رجب اعفيني، انا مش حاضر اقوم بالمهمة دي. يلا بركة فيك انت. حضرتك عارفة ان انا دكتور وما اعرفش بشغل المقاولات، صدقيني انت انسب واحدة للحكاية دي، وده لكفاءتك ولان المال مالك. بالظبط عندك حق يا ماما. لا معلش يا رجب اعذرني، انا اسفه مش هقدر. طب تحب اسيب لحضرتك فرصه علشان تفكري؟ ايوه انا بقول كده برضه. يا جماعه لا انا مش هقدر اغير رايي. ليه يا ميرفت؟ يا ماما علشان ابني، انا خلاص هعيش ليه هو بس، هفرغ نفسي ليه، مش عايزه اي حاجه تشغلني عنه. لو كانت هي مش عايزه تمسك الشركه انا مستعد امسكها وامشيها بدل ما تصفوها. انت انا ايه، عاجز ولا مش عارف ادورها؟ انا ادورها ونص، وبعدين انا اقرب لكم منها، يعني الشركه وهي معايا مصالحكم هتبقى في الحفظ والصون اكتر. قلت يا دكتور؟ في الحقيقه محمود طبعا انت جوز اختي، واتمنى انت اللي تمسك الشركه، بس حملها هيبقى عليك كبير، وانت يعني ولو مؤاخذه. لا مؤاخذه ايه، انا قدها وقدود، جرب انت وانت تشوف. يا اخويا لا نجرب ولا نشوف، احنا نصفي الشركه زي ما قال رجب بالظبط. وانا برضو شايف كده، انا هدخل لماما واشوف رايها ايه. ادخل يا اخويا. عن اذنكم. اتفضل. اف ايه اللي اف؟ ايه بتنفخ ليه يا محمود؟ ما بنفخش رقايه. طب بطل الهريه والنكته اللي في نفسك دي، ويا ريت ما تدخلش نفسك في اللي مالكش فيه. قال يمسك الشركه قال وتبقى في الحفظ والصون. الجرار ايه، ايه اللون الغامق ده؟ وانت عشان ربنا كرمك وهتورثي قرشين هترسم عليا وتحط مناخيرك في السماء؟ لا ياما لا، انا راجل عندي كرامه وكرامتي ما تسمحش. يا اخويا لا ترسم ولا احط مناخيري في السماء، يا ريت تسيبنا في حالنا وتخليك في حالك بقى يا محمود. اف وفي ايه يا بتتنمرد ليه؟ لا ده الحكايه دي ما سكتش عليها ابدا. اتصرف انت يا ابني، واللي تلاقي فيه مصلحتنا اعمله. يعني حضرتك موافقاني ان احنا نصفي الشركه ونفضها احسن؟ يا حبيبي انا ما افهمش اكتر منك، انت متعلم ومتنور، اللي تلاقي فيه مصلحتنا اعمله وربنا هينور لك بصيرتك. ان شاء الله خير يا ماما، انا قاعد برا مع محمود. حضرتك عايزه حاجه؟ عاوز ايه تاني؟ بعد اذنك. اللي كنت عايزاه راح وخلاص. انت يا عم انت يا سيد قوم شوف لك حته نام فيها، فتحنا له كنده. يلا يا ابا اتكل على الله. مع السلامة يا مدام ميرفت. مع ألف سلامة. مع السلامة. أنا متشكرة ليك قوي يا أستاذ رحمي، معلش تعبتك معانا. على إيه يا مدام ميرفت؟ أنا ما عملتش حاجة. هي الحكاية دي فاضلها كتير عشان تنتهي؟ يعني دام خلصنا أعلامنا وراثة يبقى فاضل أيام بسيطة وإجراءات المجلس الحاسبي تنتهي وكل واحد ياخد نصيبه. إن شاء الله. ماما قالت لي أكد على حضرتك ما تنساش تصريح زيارة هشام لو سمحت. لا أنا مش ناسي، طمنيها وسلمي لي عليها. حاضر. تحب أوصلك؟ لا أبدا، معايا عربيتي. متشكرة. طيب مع السلامة. مع السلامة. يا محمود محمود وطي صوتك، الواد غلبني على منام. انت ايه اللي اخرك في المحكمه ده كله؟ اسكت يا محمود، ده ورق يا اخويا متلتل قد كده، اللي بيتمدي واللي بيتختم. انا ما كنتش فاكره الورثه فيه الدوشه دي كلها. المهم كل واحد فيكم عارف اللي له. عارف ايه بس، ده لسه هم متلتل. الواد وكلته الحمد لله اكل وشبع. الحمد لله. ايه
مالك قلبت لي سحنتك كده ليه يا اخويا؟ في ايه؟ مفيش حاجه رأي. لا في ايوه بصراحه في ايه. يبقى تقول. شوفي بقى انتوا مدام قفلتوا الشركه فبصراحه ربنا انا لازم افكر لنفسي برضو، لازم مركز محترم بقى من شغلنا على القيمه. والمركز المحترم ده يجي ازاي؟ محل صغير نفرشه مكتب محترم وكم عربيه نص نقل تجري على الطريق وناكل من رعاه. هتقولي لي ازاي؟ اقول لك انت بالفلوس وانا بالمجهود، يعني انت صاحبه راس المال وانا مدير عموم. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله يا محمود. يا رقيه يا رقيه اديني عقاد نافع. حاضر يا اخويا من عينيا، بس يتقسم الورث واديلك اللي انت عايزه. وعلى فكره كله هيبقى محسوب بالورقه والقلم، انا نتيجه مجهود اخد الربع وانت تلات ارباع. فلوسك تشتغل بدل ما هتحطيها تحت البلاطه. قلت ايه؟ ماشي يا محمود حاضر. حضر لك الخير يا روح قلب محمود. بس في حاجه كمان. خير؟ الشقه اللي باسمك في مدينه نصر مالها؟ يعني انا بقول بلاش ننقل فيها لان بصراحه مش عايز اسيب الحته دي. امال ايه؟ هنبيعها؟ اوعى بقى تقول نبيعها. ايوه دي الحاجه الوحيده اللي باقيه لي من ريحه المرحوم ابويا. يا حبيبي يابا الله يرحمك يابا. خلاص خلاص يا رقية احنا هنقلب المواجع ليه؟ وانا قلت نبيعها. امال ايه يا اخويا؟ ده انت كنت محرجم ان انت تروح النهارده قبل بكره. ايوه الكلام ده كان امبارح، انما دلوقتي انا دورتها في دماغي ولقيت الصح بقى. انا بقول ايه؟ نفرشها فرش محترم كده ونأجرها مفروشه، ده احنا ممكن ناخد من وراها بتاع تلات بواكي كل شهر. ايوه وبعد ما ناخد الفلوس اللي احنا عايزينها نبقى ننقل فيها. ها؟ قلت ايه؟ ولا كلامك معقول يا محمود؟ وهقول له مكسب يا رأي. في حد يكره المكسب؟ صح الكلام؟ صح يا محمود. تسلمي لي يا روح قلب محمود. ازاي الكلام ده يا رجل؟ هو ده اللي حصل يا عم. والحقيقة ماما مبقتش زي الأول وصحتها مش عجباني، ده على طول حبسة نفسها في أوضتها لا لها نفس للأكل أو الشرب أو حتى الكلام مع أي حد. لا لا يا رجب يا ابني، صحيح اللي حصل ده كان صعب بالنسبة لنا كلنا، لكن هنعمل إيه؟ ده أمر الله. عشان كده يا ابني لازم تاخدوها وتخرجوها، خرجوها من المحنة اللي هي فيها، فسحوها. مش معقول تسيبوها تستسلم للحزن بالشكل ده. خلاص يا بابا انا مستعده اتكفل بالمهمه دي، وكل ما هلاقي نفسي فاضيه هعدي عليكم في البيت واخدها وافسحها واخرجها لحد ما نفسيتها تتحسن وترجع احسن من الاول كمان. يلا ورينا همتك يا دكتور. قول لي يا رجب ايه اخبار مرات والدك وابنها اخوك؟ كويسين الحمد لله. بتزورهم؟ كل ما بلاقي فرصه مناسبه بزورهم. هو انا في الحقيقه يعني كنت عايز الفت نظرك لشيء. تحت امرك يا عم. انت عارف يا رجب يا ابني ان في الظروف اللي بالشكل ده دايما بتحصل خلافات ومشاكل بين الاهل، خصوصا اذا كان في تركه او ثروه. عشان كده يا ابني انا مش عايز يحصل اي نزاع بينكم وبين البيت التاني، واذا فرض يعني وحصل فياريت تتصرف بحكمه. بابا رجب مش محتاج وصايه في موضوع زي ده، انا متاكده ان هو بيعامل مرات ابوه واخوه بمنتهى الحب والوفاء. وهي دي الحقيقه سلوى، ده أخويا من دم ولحم وحقوقه هياخد قبل حقوقه، ونفس الشيء بالنسبة لمرات أبويا. اطمن يا عم كل الأمور واضحة ومفيش حاجة مستخبية، وإن شاء الله بعد الإجراءات ما تنتهي كل واحد هياخد حقه بالعدل وحسب شرع الله، وإن شاء الله مفيش أي مشكلة خالص. أتمنى يا ابني. جرى إيه يا دكتورة؟ إحنا ما عندناش أكل ولا إيه؟ ده أنا مت من جوة. يلا يلا يا حبيبتي عشينا بقى. حالا يا بابا هقوم أحضر العشاء. مالك يا رجب؟ سرحت في ايه يا ابني؟ تصور يا عمي ان لحد دلوقتي مش مصدق ان ابويا مات، بتالي ان في كابوس، كابوس فظيع. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يا ابني يلهمك الصبر. ماما ماما هشام يا حبيبي وحشتيني وحشتيني. وانت كمان وحشتني قوي يا هشام. انا اول ما جالي تصريح الزياره جيت لك على طول. خدوا راحتكم يا هنا. متشكرة أوي. مالك يا حبيبي؟ بتعيط ليه؟ تعبت تعبت أوي يا بابا. عارفة يا حبيبي عارفة عارفة إن تعبك تعبين، تعب الحبس وتعب البلوى اللي مليت نفسك بيها ومش قادر تبطلها. ما تبصليش كده، أنا عرفت كل حاجة. ماما أبوسي إيدك ساعديني، أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده. أنا يا شيخ أنا جايب لك الإمام اللي بتاخده بإيدي وهنا في السجن. أرجوك يا ماما
واذا كان على الفلوس ما تحتليش اي هم. انا عندي فلوس كتير، فلوس كتير، عندي 150,000 دولار. بكره المره الجايه وانت جايه تجيبي لي دفتر الشيكات بتاعي، هتلاقيه في درج المكتب في في الاوضه بتاعتي. حتى لو معاك الفلوس دي كلها عايزني اعمل ايه؟ اصرف فيهم يا بابا، اصرف فيهم واشتري لي بيهم كلهم. بس ابوس ايدك، ساعد ايدي، انا تعبان تعبان. يا حبيبي انا مقدره اللي انت فيه، بس الحل الوحيد انك تتعالج. لا يا بابا لا، انا عايز، لا لازم تتعالج يا حبيبي. لا يا بابا لا، يا رب يا رب. من يد معدمها ابدا يا رب. دي بقى كمان عشان خاطر، معلش لا بزياده كده قوي يا حبيبتي. جرايه يا ماما ما تكسفهاش بقى، دي سلوى عملوه لك مخصوص بايديها. اوعى تفتكر علشان هي دكتوره ملهاش في شغل المطبخ، لا دي ست بيت نمره واحد. دي ست الستات كلهم. يا رب يسعدكوا يا رب. قولي لي بقى يا ماما، انت مش ناويه تيجي تخرجي معانا يوم واحد بس تشمي هوا بدل قعدتك في البيت دي؟ معلش يا حبيبتي مش قادره اخرج دلوقتي ابدا. اتفضلوا انتوا اخرجوا وتبسطوا وتفسحوا، وانا ما بلقاكم خارجين كده بفرح. رجب الساعة بقت 10، انا اتاخرت قوي على بابا. انا لحقت يا اختي اقعد معاكي. معلش كل يوم والتانية هتلاقيني عندك هنا لغاية حتى ما تزهقي مني. ازهق منك يا حبيبتي يا عروسة الغالي انتي. باي باي ماما، هتوحشيني قوي. اتفضلي يا سلمى، حضرتك عايزة حاجة مني؟ عاوزك طيب يا حبيبي، على مهلكوا بقى، مع السلامة. مع السلامة. يا رب وفقك يا رجب يا ابني. يا مدام منى، التنين قاعدين كتير كده من غير لعب ولا ايه؟ الوقت اتاخر. الله، مش لما يجي الخامس بتاعنا؟ ما احنا مستنيين من بدري ومحدش جه، زمانه على وصول. بس ما قلتناش مين الخامس ده. ما هي دي بقى المفاجأة. وجه جديد ولا حد نعرفه؟ تعرفوه عز المعرفة. اهو الخامس بتاعنا وصل. يا ترى مين؟ دلوقتي نعرف. مساء الخير. مش معقول. ليلى هانم. يا ليلى ازيك يا حبيبتي؟ اهلا بيك. اتفضلي يا ليلى، مكانك مستنيك. متشكره قوي. ازيكم يا جماعه، وحشتوني. ايه المفاجاه الجميله دي؟ وحشتينا جدا يا دم ليلى. والله لولا الظروف اللي مريت بيها ما كنتش اتاخرت عليكم المده دي كلها. قلبي معاكي يا ليلى، انا والله لما عرفت من منى اللي حصل قلت الله يكون في عونك. ما تاخذيناش يا مدام ليلى ان احنا ما عزيناش في المرحوم ولا كنا جنبك في اللي حصل لهشام. طبعا عرفتي من مدام منى ان انا ورندا كنا مسافرين روما. ايوه عرفت. مهم شد حيلك وحاولي تنسي. انسى؟ انسى ازاي بس؟ ده انا شايفه بنتي كل يوم قدام عيني والحزن مالي قلبها، ده غير ابني والهم الكبير اللي هو فيه. والله يا جماعه انا لما منى كلمتني وقالت لي اجي انا ترددت كتير، لكن في الاخر بقى قلت يعني هو الحزن بيرجع اللي راح. وهو ده عين العقل. وتاكدي يا ليلى انك مدام رجعت لنا هتنسي كل همومك. يلا بقى نلعب، الورق بقى مستني. يلا يا جماعه. يلا اتفضلي يا لولا. ماما
انت لسه صاحيه؟ مستنياكي. ليه؟ في حمل؟ ابدا سلامتك، لقيتك اتاخرتي لقيت عليكي. انت عارفه ان انا كنت عند منى؟ عارفه، وده اللي خلاني اقلق. وجودك عند منى الساعه 3 بعد نص الليل يخليني اقلق يا ماما. قصدك ايه؟ قصدي انك رجعتي اللعب تاني. ما كناش بنلعب. لا كنت بتلعب. الله، انت هتحاكميني؟ كنا بنلعب. عايزه اخلص من الهم اللي انا عايشه فيه، ولا هل انت مبسوطه من الخنقه اللي انا فيها هنا؟ طبعا خسرتي. خسرتي يا مرفت، خسرت فلوسي. انا خدت منك حاجه يا ماما؟ وانا بكلمك عشان خدتي حاجه مني ولا من غيري؟ انا بكلمك لمصلحتك. ما كفايه بقى يا ماما، كفايه. كفايه ايه تتكلميني بالاسلوب ده؟ هو انا اللي خلفتك ولا انت اللي خلفتيه؟ ما انت طول عمرك عايشه حياتك زي ما انت عايزه، تتجوزي ده، تسيبي ده، عمرك ما سمعتي لي كلمه. جايه دلوقتي وتعملي وصايد عليا؟ انا حره، هلعب وهفضل العب ومش هبطل لعب، ومش هتتدخلي في حياتي بعد كده، دي حاجه تزهق. يا ماما انا يعني هو ده كل نصيبك في التركة؟ أيوة يا أخوي، نصيب كل واحد أهو قدامك أهو، بالحق والمستحق، اللي ليه واللي عليه. يلا. يا زمن، كل شيء نصيب. يعني كان في حاجة في إيدينا؟ إيه ده؟ يعني إيه بقى يا سي محمود؟ يعني لو ما كانش المحروس ابن الست ميرفت ده شرف، مش كان نصيبك بقى أكتر من كده؟ ولو ما كانش عم شحاته اتجوز ست ميرفت دي من أصله، مش برضو كان نصيبك بقى أكتر من كده؟ بقول لك إيه يا سي محمود، إحنا الكلام ده نسيناه من زمان، ولا هنعيده تاني؟ لا تاني ولا تالت، خلاص المولد انفض وكل حي راح لحال سبيله، خلينا في دلوقتي نفكر في مستقبلنا. شوف يا ستي. شوف أنت بقى، أنا رأيي من رأي أخويا رجب، نحط فلوسنا في البنك ونخلص يا أخويا، أما شقة مدينة نصر نفرشها ونعيش فيها أحسن. أهو اللي أنت بتقوليه ده هو الغلط بعينه. يا أخويا الفلوس في البنك أضمن. مين اللي قال كده؟ الفلوس في البنك لا يمكن تزيد زي ما تزيد وهي بتشتغل في السوق، أنا راجل من سوق فاهم، وبعدين بصراحة بقى أنا لا يمكن أسمح لنفسي إن أنا أقعد عواطلي كده، أنا راجل كرامتي ما تسمحش. يعني أنت شايف يا أخويا إن المشروع بتاعك ده مضمون؟ إيه اللي مضمون؟ 100%. وبكره شوف مكسبه قد ايه. اما خليتك في بحر سنه بس بقيت فوق في العلالي، ما بقاش انا محمود. بس كل اللي مطلوب منك بقى حلوه، بكره الصبح ننزل على الشهر العقاري تعملي لي التوكيل عشان اعرف اشتغل بقى براحتي، وبعدها نبدا الشغل. المكتب الصغير، الكام عربيه بتوع النقل السريع، فرش شقه مدينه نصر، وبعد كده هنقول للفقر جود باي، جيب انتاتش على راي عم شحاته. الله يرحمك عم شحاته، عشت أصيل ومت أصيل.